فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للخطيب أن يشرب من الماء أثناء الخطبة كما شرب الرسول صلى الله عليه وسلم لبنا في يوم عرفة؟ الرسول ما هو بيخطب واقف على راحلته، يوم يشربه واقف على راحلته، ولكن لا مانع أن الخطيب يشرب إذا احتاج إلى الشرب وهو يخطب، إنما هذا في الصلاة، المصلي لا يشربه يصلي. نعم.